لماذا نقرأ كتب الفلسفة؟ تمنحنا قراءة الكتاب الفلسفي هدنة بين ما يحاصرنا من تفاهات الإعلام وأكاذيب الساسة ومشاغل العيش اليومية، تهبنا فسحة مضيئة لاكتشاف جوانب من أنفسنا وعالمنا. قراءة كتاب فكري أو فلسفي تعلمنا ألا نصدر الأحكام المتعجلة، تعلمنا السماحة ومروءة القول. الفلسفة تعلمنا كيف نحب، تعلمنا كيف نتجاوز الأذى والخسران فنمضي خفافا في الزمن. قراءة كتاب فلسفي كلاسيكي أو معاصر تعمل عمل الفلتر، تنقي وتجوهر وتهدينا خلاصات، بعدها لا نعود كما كنا. بوركت الكتب العظيمة. من أبرز خواص الروح الفلسفية هي الرغبة العارمة للبحث والسعي المستمر نحو المعرفة. الفلسفة بمعناها الواسع هي البحث، والتفلسف معناه أن هنالك أشياء لا زالت غامضة وعلينا أن نفهمها أو نقولها أو نكتشفها. أما حينما نقع في ظن أن كل شيء يمكن أن يقال قد قيل وانتهى أمره، فهذا أمر لا يمكن للفيلسوف أو المفكر الحقيقي أن يقوله على الإطلاق. والآن، من هو الفيلسوف ومن هي الفيلسوفة؟ هما أولئك الذين يشعرون بأن الحقائق ليست متوافقة، وأن الحقائق مسألة غير مطلقة ومن الممكن مراجعتها وفهمها الفهم الجديد المختلف، أو الفهم الذي يمكن لكل إنسان أن يصله بنفسه. المعرفة كالإيمان، أعني المعرفة الفلسفية كالإيمان الديني، كلاهما لا يمكن أن يمنح للإنسان إلا حين يجتهد بنفسه لنيلهما. لا يمكن للإنسان أن يكون مؤمنا لمجرد أنه يسمع أن هنالك مؤمنين، ولا يمكن كذلك للمفكر أو الفيلسوف أن يكون مفكرا أو فيلسوفا لمجرد أن يقرأ كتابا أو يطلع على فكرة فلسفية، إنما عليه أن يعيشها ويفكر بها بنفسه لكي يستطيع بعد ذلك أن يتعمق في هذه الفكرة ويستوعبها ويهضمها في داخله وبكل جوارحه. شبه كثيرون الفيلسوف بالطفل الصغير الذي لا يكاد يكف عن إثارة السؤال تلو السؤال. هذا الطفل هو نفسه الذي يصر على أنه لا يرى سوى ظلمات، وحيث لا يرى غيره سوى أضواء، ويأبى الناس إلا أن يروا في الوجود كتابا مفتوحا يفسر نفسه بنفسه، في حين يحلو للفيلسوف أن يصور لنا الوجود بصورة النقوش الهيروغليفية التي تتطلب التفسير، أو الشفرات الغامضة التي تحتاج دائما إلى من يفك رموزها. من أبرز مميزات المفكر هو أن لا يروج للكتب التي لا تساعد على التفكير أو التي تعترض على التفكير وتقدم حقائق نهائية تقول لا حاجة لك بعد ذلك سوى أن تتعلم من هذا الكتاب كل ما تشاء، وبعد ذلك خذ منه كل شيء، هذا كتاب لا يعتبر بعد ذلك كتابا فلسفيا أو كتاب معرفة، إنما كتاب إمضاء وإملاء واستغناء أو دعوة إلى الاستغناء عن العقل وعن الفكر والبحث والاكتشاف. الفلسفة تعلم بالتالي على أن يكون صاحبها إنسانا باحثا وبشكل لا يعرف الانقطاع. أيضا تعلم الفيلسوف أو المفكر أن يكون إنسانا حرا
في فكره ووعيه وتقبله للعالم، وأيضا متفهما لكل ما يحدث داخل العالم، لأنه يعرف حق المعرفة بأن كل شيء قابل لأن يرى من زوايا ووجهات نظر مختلفة. العلاقة بالتالي بين الفيلسوف والمفكر أو قارئ الفلسفة والآخرين جميعا ليست علاقة ندية أو صراع، إنما علاقة فهم وتفهم وتسامح وتقبل وتفاعل فكري وإنساني خلاق. روح الفيلسوف هي روح، كما يقال، روح ديالكتيكية تعشق المخاطرة وتبغض كل شيء مطلق وتنفر من الثبات. الثبات بالنسبة للروح المفكرة مسألة تشبه الموت. كثير من العقول تميل عادة إلى التعلق بالثبات والسكون وأن تصل إلى درجة اليقين والراحة الفكرية والكسل الفكري بالأحرى. هذه ميزة تشتهر بين كثير من الناس لأسباب كثيرة، منها أن الدماغ البشري غير قادر على أن يكون في حالة ضغط فكري كبير على طوال الوقت، وليس بالإمكان أن يكون كل الناس قادرين على ممارسة هذه الرياضة الذهنية المحفوفة بالمخاطر عادة، سواء المخاطر على المستوى الاجتماعي أو المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى حتى العائلي. وهذا الخطر لا يحبذه الناس غالبا، وبالتالي يختارون أن يبحثون عن الأجوبة النهائية الحاسمة التي لا تصدع رأسهم بعد ذلك ولا تدعوهم إلى التفكير في كل تفصيل من تفاصيل حياتهم. لكن الفيلسوف على عكس هؤلاء جميعا، هو من متعته وشغفه يكمن في اقتحام المجاهل والدخول في غابة الفكر، ومهما كانت الفكرة التي أو الموضوع الذي يفكر فيه وعرا وكثير وينطوي على تفاصيل كثيرة وحساسية عالية، خاصة عندما يخوض في قضايا تتعلق بالدولة وتتعلق بالمجتمع وتتعلق بالدين وقضايا وجود الإله من عدم وجوده. هذه القضايا خطرة جدا، تعتبر لأنها تعتبر من أسس بناء المجتمع الذي يعيش فيه الفيلسوف أو المفكر. وهذا يتطلب من أي مفكر أن يتصدى للأفكار والأوهام التي تعشش في النفوس، باعتبار أن هذه الأفكار لن تؤدي بالمجتمع إلى الطريق إلى السير في الطريق السليم. يجب عليه المفكر أن يكون متصفا بالشجاعة الفكرية، حب الحقيقة، وأيضا النزاهة العقلية والأمانة العلمية، أيضا التسامح والتواضع. وهذه المواصفات بأجملها لا يمكن أن تكون مواصفات مقصودة بحد ذاتها، لكنها نتيجة طبيعية لسلوك الفيلسوف والمفكر الذي يعرف جيدا حجم التعقيد الذي يعيشه الإنسان أو التعقيدات التي يعيشه ضمن إطارها الإنسان، وعليه بالتالي أن يكون متفهما لها. فإن لم يكن متفهما لها فهذا يعني أنه ليس بفيلسوف حقيقي أو فيلسوف يمكن أن يشار له بالبنان. مقدمة الحلقة كانت تتحدث عن كتب بقلم الكاتبة المبدعة لطفية الدليل. تحياتنا واعتزازنا لمتابعتكم.